بقى عنده وعود سخية، وهي اظن يعني محطة مهمة قوي في حياتك طبعا، والمسلسل المفضل لكل الامهات لان كل الامهات كانت بتحبه جدا في رمضان ومعجبة بيه. فهاجي بقى اسالك في الموضوع ده، ازاي اصلا اترشحت للدور وايه اللي حصل، ولما جالك كان ايه رياكشنك لما جالك الدور؟ اكيد كنت مبسوط قوي وفرحان، وحنان مطاوع طبعا الفنانة الجميلة، فيعني عايزاك توصف لي حالة وعود سخية. حالة وعود سخية بالنسبة لي مختلفة شوية، لأن أنا كان مفروض كنت مترشح لدور في أمل حياتي من كذا سنة، مع برضه حنان مع مطوع. حنان كنت مترشح في دور فيه، فما حصلش نصيب. فأنا من وقتها كنت أخوها ولا إيه؟ كنت مترشح أخوها؟ حسيت ما هو صاحبي قوي اللي عمل الدور، عبد الله صاحبي، فأنا كنت من ضمن الناس المرشحة. فأنا لما اللي هو أنا عايز أمثل مع حنان مطوع يا جماعة، فلما المخرج اللي هو دكتور أحمد حسن جه اتفرج لي على العرض قبل كده فشافني فاتكلمنا فاتبسط مني قوي، فكنت انا من ضمن الترشيحات. فبعد شويه حاجات كده كتير يعني كلمني قال لي تعالى لي اللوكيشن، فرحت له. انا طبعا هو اول ما كلمني كان ايوه يا مخضوض دكتور، اكيد يعني. ايوه يا ايوه دكتور، ايه نعم اتفضل. قال لي انا عايزك يا بكره تجيلي اللوكيشن وكده، قلت له حاضر هبقى عند حضرتك بكره، عايزني كام؟ قال لي كذا. فرحت له قال لي، هو شافني فشاف طولي لان هو شافني على المسرح فهم مش عارف طولي، فاتكلمنا شويه فقال لي لا تمام وبتاع. فقلت له تمام ايه؟ قال لي اخرج حد هيكلمك بره. بجد في ايه؟ انا مش عارف بقى هو كل ده، مش عارف ان انت مش عارف هو في بيعمل دور ايه، اصلا. ما اعرفش. فخرجت بقى قال لي في كذا 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 مع استاذه حنان مطوع، توافق تعمله؟ انا استاذه حنان اوافق. انا كنت لازم اوافق، بتهزر؟ انا عايز اعمل كام من بدري. فكانت تجربه حلوه ومفيده، وانا كنت مبسوط قوي، مبسوط بالشغل مع استاذه حنان، ومبسوط بالشغل مع الدكتور، يعني كنت مستريح نفسيا. الكرو كان ممثلين واخراج وكل الكرو كله كان مريح قوي يخليني طب انا يعني مبسوط ايه وانا بطلع اكتر شغل. حاجة اتعلمتها من استاذة حنان مطوع؟ اكيد في تفاصيل الشغل في الكواليس، اكيد في اي كومنت قالت لك عليه. اكتر حاجة بالنسبة لي كنت بستغربها ان كمية التركيز اللي بتحصل وهي داخلة تصور. هي ممكن تكون بتتكلم بس فجأة خلاص هي داخلة تصور، ففجأة من أستاذة حنان الجميلة الدور عامل، هي كان دور صعب فأنا عليها يعني، كنت بتسحل قوي. معاها في التركيز عشان تبقى إن كاركتر، عشان وهي داخلة تصور وتخرج تتفرج وممكن تسأل. لا لا هي جميلة بشكل، كنت خطيرة. بركز معاها، كنت انت حاسس إن عايز أدخل أمثل. اكيد بتلقط حاجات يعني من كل فنان موجود في العمل، او مخرج، او اي حد موجود في العمل، بتلقط منه ده عمل التفصيلة دي بالطريقة دي، ده عمل ده، وانت بتخزن الحاجات دي في دماغك اكيد، صح؟ ده بيحصل مع الناس اللي في الشارع كمان، مش بس يعني انا ممكن ابقى ماشي في الطريق فابدا اتساحل شويه مع ناس هم بيعملوا ايه. طب في خناقه انا ممكن اسيب خناقه واركز مع الاداء بتاع الخناقه، واحد الحاجات كده اللي اتقالت. بيتخانق ازاي. انا بركز مع حاجات كتير. كاركترات يعني. ايوه بس بتجمعها انت عشان حظك شخصيات لذيذ. قدام بالظبط. عشان ردود افعال شفتها، ردود افعال حياتيه حقيقيه شفتها، صح. فالراجل ده عمل ايه، الست دي عملت ايه، فده بيفيد كتير في حاجات كتير في التمثيل يعني. واكيد بقى انا كنت لسه هضيف اقول ان حنان مطوع من الفنانات اللي هي بحسها يعني حظك الحلو ان هي طيبه يعني، هي يعني واظن بتدي اللي قدامها واداء وجميله يعني. في فنانين شويه ممكن يكون ايه، تتخض شويه لما تبقى دي اول مره، حاسه كده ايوه ولا؟ بالظبط، فانت كانت يعني بدايتك الحمد لله ان هي كانت مع جميلة حنان قوي. مطوع في اللذيذ يعني. جميلة قوي يعني، جميلة جميلة. وكمان مثلا استاذة صفاء الطوخي، هي كانت عاملة امي، واستاذ نبيل نور الدين عامل بابايا، ففي مشهد خناقة فيقولوا لي حدى طب ما تيجي نجرب نعمله كذا، اقول له طب ما تجرب تقول لي كذا، يقول لي ماشي طب ما تقول لي كذا. ففجأة فليكسبيليتي كده. في هات وخد هات هات وخد، وخد. فالمشهد بيطلع، ففجأة الدكتور يقول لي برافو المشهد حلو قوي. فلا كانوا مساعديني بشكل، انا كنت مستريح وانا شغال بنسبة الله. كبيرة.